سبعة أيام في إيطاليا تمتزج فيها الحضارة بالتاريخ. نستكشف جزيرة كابري النابضة بالحياة، ونجدف معا إلى ساحل أمالفي، ملتقى الجبل والبحر، حيث الطبيعة الخضراء والمياه الزرقاء والقرى الساحرة. نعبر بك في بومباي المتحجرة إلى فوهة أكبر البراكين على جبل فيزوفيوس، ثم نرحل إلى روما مدينة الخلود. وفي خضم هذه المغامرة نتذوق معا أشهى الأطباق الإيطالية المحلية. مع بيت السفر ورحالة نسافر كأصدقاء ونعود كعائلة.